معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي مسار عبد المحسن راضي. مرحبا بك أستاذ. إذا كانت إيران تقول إن قصفها الصاروخي قد استهدف قاعدة أو مركزا إسرائيليا في أربيل، لماذا لا يستهدف الحرس الثوري إسرائيل مباشرة عن طريق حزب الله في لبنان أو عن طريق ميليشياتها في سوريا؟ مساء الخير، تحية لحضراتكم وتحية للمشاهدين قناة الراشدين. أعتقد أن إيران تعود أن ترد على ما يحصل لها في سوريا، خاصة النزاع ما بينها وما بين الجانب الإسرائيلي في العراق، فهنالك ثمن عالي تدفعه، وهي تضمن بذلك أن التصعيد سيكون غير منتفيا أصلا أو لن تحصل هنالك رد. لهذا هي دائما ولكي تعطي نفسها بعض الشرعي الإسرائيلي، وهي تحرص استخدام بسبب ما نعرفه، وخاصة بعد ما حدث في استفتاءها من أجل الاقتصاد في 2014، هذا أصبح حجة مناسبة لطهران تتكئ على أي رد لما يحصل لها في سوريا أو في المنطقة، أو إذا أرادت أن تقعد حدودها في اليمن لأن تقوم بالرد في العراق وتختار أربيل على وجه الحال. هل تتوقع أن يمكن أن يعني توعز إيران لأدرعها وميليشياتها بتنفيذ مزيد من الهجمات؟ يعني يجب أن ننتبه أن إيران هذه المرة حرصت على أن تبين للجميع بأن الرد أو هذه الصواريخ جاءت من الأعراض الإيرانية، إذن هناك رسالة مختلفة. هي عادة ما تلجأ إلى ميليشياتها لكي تقوم بالرد. إذن السؤال المهم، لماذا هذه المرة هي صرحت بشكل رسمي أنها قامت بإطلاق هذه الصواريخ وبحسب من زعمها على وجود مركز المخابرات الإسرائيلية أو شيء من هذا القبيل في كردستان؟ لماذا تحديدا؟ هي الآن بسبب الصفقة النووية وما يجري من حرب ما بين روسيا وأوكرانيا. المشكلة أنها تختار العراق دائما لتسديد ضربات عسكرية أو صواريخ. يعني إيران يعني عقوبات اقتصادية عليها، مؤشرات فشل في المباحثات النووية، تعثر تشكيل حكومة في بغداد لصالح الإطار التنسيقي. يعني لماذا تختار إيران دائما العراق لتسديد ضرباتها العسكرية؟ هل هو يعني سلوك يائس، سلوك انتحاري؟ لماذا يستهدف العراق تحديدا؟ أعتقد أني أجبت هذا الاستفسار في السؤال الأول، ولكن دعني أضيف رأيكم قبل أن حضرتكم نطرح علي سؤالا جديدا، ألا وهو أن إيران تريد أن تبين نفسها هذه المرة شريكا أمنيا بكامل العضلات. هي تريد أن تفرض على الأقليم والعالم بأن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن إلا أن تدخل إيران في مسائل تثبيت الأمن والتوازنات الاستراتيجية الموجودة في الأقليم. ولكن أين السيادة الوطنية والاستقلال الذي يعني طالما ما يتحدث به أتباعها؟ أتمنى أن تعيد السؤال فقط. دائما ما يتحدث المسؤولون الحكوميون في العراق عن السيادة والاستقلال الذي يتمتع به العراق، أين هذه السيادة من هذا القصف الإيراني؟ السيادة في العراق موضوع إنشائي حاليا، إنشاء حتى لا يستند على أي قواعد دبلوماسية أو على أي حقائق جغرافية أو على ما تفعله إيران. إيران تحرص دائما الدبلوماسية أن تضرب سيادة العراق حجاب الحاجز. رأينا مثلا في مؤتمر التعاون العربي في بغداد ماذا فعل وزير الخارجية الرحيان عندما سمح لنفسه بأن ينتقل من الصف الثاني إلى الصف الأول ويضع نفسه مع زعماء وقادة لدول خليجية، رغم أنه وزير خارجية ولا تسمح له لفوتك ولا تسأل ذلك. طيب فإذا نحن إلى أي مدى تتوقع أن يكون هناك ربما رد إسرائيلي أو أمريكي على إيران؟ كما أسلفت قبل قليل ووضحت حضرتكم، إيران عندما مارست هذا الرد في العراق فهي تتوقع أنه لن يكون هناك رد سواء من واشنطن أو من تل أبيب. هي عندما فعلت ذلك بشكل محسوب، هي ترسل الرسائل المتفقون من العراق وبالنسبة لها صندوق بريد لا يكلفها شيئا سوى طابع
هو الدم العراقي والذي هو بالنسبة للحسابات الإيرانية لا قيمة له، لهذا فهي لن تجد أفضل من العراق في توصيل رسائلها سواء للمنطقة الإقليمية أو لواجهة. من بغداد الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مسار عبد المحسن راضي، شكرا جزيلا لك.